خلال تفقده ميناء الأسكندرية البحري، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تقوم بتطوير منظومة الجمارك بمعايير عالمية لتسهيل التجارة الدولية. وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرها الكوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية. الصين تحقق نموا أكبر من المتوقع في الصادرات خلال أغسطس الماضي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تقوم بتطوير منظومة الجمارك، لافتا إلى أن تلك المنظومة تقوم على معايير عالمية لتسهيل التجارة الدولية. كما شدد الرئيس السيسي خلال تفقده لأعمال تطوير ميناء الأسكندرية على أنه سيتم تطبيق المعايير الأوروبية فيما يتعلق بدخول السلع والبضائع إلى مصر، الأمر الذي يضمن جودة المنتجات في السوق المصرية. وأوضح الرئيس السيسي أنه جرى خلال الشهور الماضية تطبيق نظام ميكنة للإجراءات الضريبية والجمركية بشكل تجريبي، على أن يتم العمل بها فعليا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة أصبحت تنتهج نهجا جديدا في التنمية والبناء، يتمثل في قيام الدولة بتنفيذ مشروعاتها دون اللجوء إلى جهات خاصة أو مستثمرين، وأن مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة. وأوضح الرئيس السيسي خلال تفقده لأعمال تطوير ميناء الأسكندرية أن قيام الدولة بتنفيذ تلك المشروعات ييسر على المستثمرين والمشغلين الدوليين الاستثمار في هذه المشروعات، ويجعل الدولة تستفيد بثمار تنمية في فترة زمنية أقصر. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى جولة تفقدية بميناء الأسكندرية لمتابعة اصطفاف عربات قطار المونوريل وعربات المترو التي وصلت إلى أرض ميناء الأسكندرية لتدخل الخدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات التي تجرى على قدم وساق. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كوريا الجنوبية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع نظيرها الكوري الجنوبي هان كويو، حيث تناولت المباحثات دراسة تشكيل مجموعة عمل لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من أجل الاستفادة من الخبرات الكورية ونقلها إلى الصناعات المصرية، خاصة في مجال الصناعات التكنولوجية التي تتميز فيها كوريا بخبرات وميزات تنافسية كبيرة. تنطلق غدا النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعاية رئيس الجمهورية. يحمل المنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة، ويناقش طرق تعزيز الشركات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء بعد جائحة كورونا واحتواء أثارها السلبية.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي سولين شارلز هارتا لاستعراض الإعداد لجلسة تغيير المناخ في إطار فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. وقالت الوزيرة أثناء اللقاء إن مصر لديها 45 مشروعاً ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 الخاص بالطاقة النظيفة والأهداف رقم 13 وهو المعني بالعمل المناخي من أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال الأمين العام إن المنتدى يعكس جهود مصر الرائدة في مجال التعاون الإنمائي وأعرب عن تطلعه إلى دعم ما سيصدر من توصيات بالبيان الختامي. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة وضعت خططا قوية من أجل توفير فرص العمل، وأكد أن كل القطاعات تشهد طفرة حقيقية، وأشار إلى أن العالم ينظر لحجم التطور الذي تقوم به الدولة المصرية بهدف تحسين الاقتصاد. وقال معيط إن مصر لديها إمكانيات كبيرة ستعود إلى قوتها الاقتصادية قبل جائحة كورونا، وأكد أن مصر لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد بالرغم من أزمة كورونا، حيث نجحت في السيطرة على التضخم رغم الجائحة التي تضرب العالم بقوة. وأوضح أن مصر حققت معدلات نمو في ظل جائحة كورونا. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، ويضم المركز 9 وحدات محلية بها 27 قرية و 171 تابعا. وأشار وزير الإسكان إلى أن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان يتولى تنفيذ المشروعات ب 25 مركزا يضم نحو 756 قرية و 3936 تابعا في 10 محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. أكد وزير الري محمد عبد العاطي أن مصر والدولة الإفريقية ترتبط بعلاقات تعاون وثقة في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري بحضور عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بما ينعكس على تحقيق التنمية في إفريقيا. وأكد عبد العاطي أن هذا الاجتماع يهدف أيضا إلى التوصل لرؤية مشتركة بين كافة الوزارات والجهات المعنية لإيجاد نهج وإطار عام لتعزيز التعاون مع تلك الدول، وذلك بما يلبي احتياجات الشعوب. وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية قبيل نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 712.7 مليار جنيه وسط تداولات وصلت إلى 3 مليارات جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 بنسبة 21%، في حين صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.8%. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ريمون نبيل خبير أسواق المال. أستاذ ريمون، كيف تقيم أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم؟ أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. يمكن النهاردة كان في بعض الارتداد للهبوط العنيف اللي حصل في الجلستين اللي فاتوا، كان بسبب بعض القرارات اللي بدأت تتداول عن سوق المال الفترة الأخيرة. فما يحدث الآن هو محاولة للتماسك، مش هنقدر نقول إن هو صعود، هو محاولة للتماسك. المؤشر السبعيني فقط اكثر من 10% خلال جلستين. المؤشر الرئيسي يمكن قدر يحافظ على التوازن بتاعه، ما فقدش اكثر من 200-250 نقطه، يعني ما تعداش 3 او 4%. يمكن
يمكن التغيرات اللي حصلت في آليات التداول في جلسة الأحد الماضي مع فتح الحدود السعرية ل 20%، مع عدم الوعي من الكافي المستثمرين، مع وفتح نسب كبيرة من التمويل الهامشي، ده اللي عمل التذبذب في القرارات الاستثمارية وعمل الهبوط العنيف اللي حصل، بجانب التداول يوم الخميس الماضي عن بعد قرارات فرض الضرائب اللي طلع وزير المسادس وزير المالية وقال إن ده مجرد دليل استرشادي للضرائب مش ضرائب جديدة، وجمد الموقف، لكن حصل هلع من بعض المستثمرين مع بيع عشوائي وضغط على الهامش اللي كان فيه تمويل زائد في اسهم المضاربات. اعتقد الوضع هيستقر رويدا على يوم الاربعاء والخميس، الجلستين القادمين سوف يكون الاداء افضل من ناحيه الاستقرار، وهيعاود المؤشر الرئيسي في التوازن الاسبوع المقبل ان شاء الله. استاذ ريمون نبيل خبير اسواق المال، اشكرك شكرا جزيلا. سجلت صادرات الصين نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس بفضل طلب عالمي قوي، مما أسهم في تخفيف بعض الضغط عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما يحاول تخطي العديد من المشاكل على عدة جبهات. وأظهرت بيانات الجمارك اليوم أن الشحنات من أكبر دولة مصدرة في العالم زادت بنسبة 25.6% في أغسطس على أساس سنوي، من 19.3% في يوليو، مما يشير إلى صمود القطاع الصناعي في الصين. نهاية الوقفة الاقتصادية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها. خلال تفقده لميناء الإسكندرية البحري، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تقوم بتطوير منظومة الجمارك بمعايير عالمية لتسهيل التجارة الدولية. وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرها الكوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية. الصين تحقق نموا أكبر من المتوقع في الصادرات خلال أغسطس الماضي. دمتم في أمان الله.